بداية امتى اقول على نفسي ان انا بعاني من تساقط الشعر؟ تمام، طبعا دي اول حاجة فعلا بنبدأ بيها واهم حاجة. هو طبيعي في تساقط في الشعر، اي انسان طبيعي او انسانة طبيعية بيحصل عنده تساقط ل 100 الى 150 شعرة يوميا من غير ما نحس. لكن بنقدر نتكلم عن تساقط الشعر بقى المرضي اللي هو محتاج يذهب لدكتور، ونحط خط تحت كلمة يذهب لدكتور ديت، دكتور متخصص في الأمراض الجلدية، مش يبدأ يعمل هو الوصفات أو تعمل هي الوصفات، هنبقى نتكلم برضو عنها. لما يحس إنه الشعر ابتدى يلاقيه مثلا، أو تلاقيه على المخدة أو في البانيو مثلا أثناء الاستحمام تلاقيه اتجمع في البانيو، يعني تبتدي تلاقي الشعر موجود في أماكن هي مش متعودة إنها تشوف فيها. هنا ابتدينا نتكلم عن حاجة مرضية بقى، يبقى ده التساقط المرضي للشعر. أو إنها تبتدي تلاحظ فراغات هي نفسها في المراية وهي بتسرح شعر، أو الكوفير يقول لها إن في حتة دي فضيت أو الحتة دي فيها فراغ. يبقى يا إما من خلال ملاحظات الناس اللي حواليها، يا إما ممكن البنت أو السيدة تلاحظ من خلال إنها بتلاقي شعر على المخدة، في البانيو تلاقي حتت كتير قوي كلها فيها شعر. بمعنى كده إن نسبة تساقط الشعر العادية الطبيعية اليومية اللي هي من 100 ل 150 شعرة في اليوم زادت عن كده بقى، وبدأت اتحولت لحاجة مرضية تستدعي الذهاب إلى الدكتور. طيب، في ناس أما بتلاقي إن شعرها بيقع تشتري أنواع أدوية معينة معروف عنها إن هي بتزود نمو الشعر، وأسماء متداولة معروفة، يعني أنواع أدوية معينة. الكلام ده صح ولا غلط؟ لا طبعاً غلط جد، غلط جداً. ليه بقى؟ لأن تساقط الشعر ده إذا جاز التعبير إحنا هو ده بنسميه قمة جبل الجليد زي ما بيقولوا، يعني إحنا يدوبك بنشوف منه حتة قد كده بس، لكن تحت في حاجات مهمة جدا. تساقط الشعر ده عرض لمرض معين، العرض دوت عشان انا عالجه بفيتامينات معروفة انها بتستخدم للشعر من نفسي كده، اروح اجيبها من الصيدلية او وصفات او زيوت او الكلام اللي هو مش طبي خالص، ده شيء في منتهى الخطورة. ليه بقى؟ لان تساقط الشعر اسبابه الطبية كتيرة جدا. عشان نلخص يعني ندي كده رؤوس مواضيع، ممكن يكون نفسي، اضطراب في جهاز المناعة، عدوى فطرية في رأس الأطفال، زيادة أو نقص هرمون الغدة الدرقية، بعض الأمراض المناعية، ممكن يكون كمان أنيميا. الأنيميا مهمة جدا، عشان كده الدكتور بيطلب مجموعة من التحاليل قبل ما يقول هنعمل قبل ما يقول هنعمل ايه. يعني لازم الأول نشوف ايه بالظبط، ايه الموضوع، ايه المشكلة. لكن مش موضوع ان انا في حاجة بملاها، انا مش بملا فراغ. هو تساقط الشعر ده عرض بيديني انطباع عن اسباب كتير قوي، لازم الطبيب يشوفها ويقيمها الأول. قد نحتاج تحاليل زي ما حضرتك قلتي، نحتاج سونار على المبيض، نحتاج وظائف غدة درقية، ونحتاج نعمل لها تصوير. تمام، لأن ساعات اضطرابات الغدة الدرقية من أهم الحاجات في تساقط الشعر. كل الحاجات ديت لازم تتعمل قبل ما ناخد قرص دواء واحد أو ندهن دهان واحد.